السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من مارو غرون توريزم. حلقه ديال اليوم على واحد الطروبله ديال المدينه، سيتادين ولا سيتيكار، الطروبله اللي دارت البوز ودارتو صراحه قبل ما ديروا الكورسه، وما اصلا خواتات ولاو دابا. الحلقه ديال اليوم هي 208. دوسونويت ما عندها شي تاريخ قديم، بدات اول مره في 2012 في الجيل اللي كان قبل من هذا، وفي 2013 بحكاك بانت عندنا هذه. انا كيعجب لي الله بحال اصلا التاريخ ديالها هو قديم، ولكن التسميات اللي كانت مختلفه 204 205 206 و207، ومن بعد بان 208. اش علاش هذه؟ كون كملنا في هذا اللوجيك كان الاحسن تكون سميتها 209. المهم دابا ندويو على الحوايج الخايبين اللي في الطوموبيل حيت هما قلال، ومن بعد تبقى لنا حلقه كامله غير على الحوايج زوينين. اول حاجه غنبداو بها هي المساحه ديال الركاب للور، صراحه مضيقه بزاف. انا مزيد شويه الكوسان، كتجي ديك الحد في القد، ولا كانوا ثلاثه ديال الناس فشي تسافره غادي تجيهم صعيبه ومتعبه. ثاني حاجه واللي هي المساحه ديال الكفر، كيبقى حجم اللي صغير بزاف، 265 لتر. باش نحطكم في الصوره، اول منافس ديال 208 هي الكليو، فيها 391. الحوايج الخايبين اللي في الطوموبيل هو هذا البولون اللي كيحجب عليك الرؤيه ديال الكوكبيت اللي قدامك، ولا الا كانت كوكبيت، ولا الا كان بحال هكا الكونتور والكونتور والورديناتور بوغ. دوماج، واخا تعيا ما تبدلي البوزيسيون ديالو، فدائما كيبقى الرؤيه محجوبه. كنا كنتمناو صراحه تكون عندنا واحد الفينيسيون اللي فيها الطوا في المغرب، ولكن ما عندناش، كاينه غير في جي تي لاين. جي تي لاين ما كتدخلش المغرب، وحتى الا دخلات غتدخل بواحد الثمن اللي كبير بزاف، وديك الساعات ما تفكرش تشري 208، تفكر تشري شي طوموبيله اللي طالعه عليها في لاكام. وندوزو دابا الحوايج الزوانين اللي في الطوموبيله واللي كثار. واول حاجه هو الديزاين، الديزاين ديال 208 صراحه طفره، ولاو زوين. هو كورسا نفس الجروب ستيلانتيس، بداو من بعد لي زوبتيك اللي بحال ديال الاخ الكبير الاسد 508، وهذا الشبل كيجي فيه الناب هنا ديال الاسد، وكاينين القمشه ديال السبع، ولكن ما عندناش في الفينيسيون، كيكونوا في الفينيسيون اللي طالعين. اما الا خديتي الاكسس فهاد الناب ما غاديش تحلم به، غادي يجيك سواء بالكحل سواء اون كروم. داكشي علاش كنصح الى تاخذ 208 خذ من الاكتيف الفوق. ثاني حاجه اللي زوينه هما هاد لي جونت اللي كيجيو صراحه زوينين باشكال مختلفه. الا خديتي اليوف بطبيعه الحال تاخذ منهم احسن. معنا اليوم اكتيف كيقولوا فيهم غير لي زونجو ليفر، معنا جونت الومنيوم 16 بوص. الا خديتي اكسس لونتري دو غام هما اللي ما كيجيوكش بالالومنيوم. بالنسبه للور ديال الطوموبيل صراحه انا منبهر بهاد لي فيروج اللي فيها، حتى هما فيهم القمشه ديال الاسد ولا ديال الشبل حتى طوموبيله صغيره. كيجي بواحد الكونتور هنايا كيكون بالكحل، وهذا لاباغ ولا الباغيت كتجي بالكحل، وحتى هاد بارشو كيجي بالكحل. دونك الا خديتي اللون شي طوموبيله اخرى كيجيك داك المزيج ما بين اللون والكحل، كيعطي واحد الجماليه اكثر. الكحل حتى هو زوين، مي ما كيعطيكش داك التميز ديال لون داخل مع لون اخر. ندوزو المقصوره الداخليه ديال الطوموبيل، صراحه من الحوايج عاوتاني اللي جاوني واعرين في 208. باب شويه قاعد حسكت ضربو بالجد. بالنسبه للكونتاك راه بحالو ديال الكورسا. فولون صراحه زوين بزاف، في هاد القطعات كيعطيك واحد مختلف على السيارات العاديين، كيجي بشكل تقريبا مربع ماشي دائري بحال المنافسات. هاد القليل ديال البيانو اللي كاين هنا صراحه واعره، انا جاتني كديزاين خارج على الطوموبيلات العاديين اللي فيهم بوطون ولا فيهم داك لي بوطون تاكتيل. اخون كتجينا هنايا دايره شويه عند السائق، كتجي 7 بوص. الا خديتي لونتري دو غام كتجي غير 5 بوص. ويلا شي واحد دخلها من على برا طوموبيل زعما جي تي لاين حيت ما كايناش في المغرب، كتجي فيها اكرون 10 ديال لي بوص. بطبيعه الحال يمكن لك تشبكها مع الهاتف ديالك، كوسوسوا الاندرويد اوتو ولا ابل كار بلاي. هنا في الوسط عندك مساحه تخزين اللي كبيره جوج، تقدر تحط فيها التليفون ديالك، تحط فيها السوارات ولا الصرف ولا اي حاجه. وهاد المنطقه التحتانيه كتجي في ديفينيسيون كتجي فيها لا شارج ولا اندكسيون، يعني كتحط التليفون بلا كابل كيتشارجا. ما معناش اليوم في الفينيسيون اكتيف.
الماتيريال اللي مستعملين هنايا صراحه زوين، جايش باه شويه الكربون فايبر ولكن ما عنده حتى علاقه. وهذا البلان اللي دايرين ديال الفتحه التهويه بحال كان خارجه من الطوموبيل، وكتعطيك واحد لفي الطروات ديال الطوموبيل صراحه كديزاين. لعبوا الطوموبيلات بزاف بوجو، لعبات بزاف على الديزاين لا الخارجي ولا الداخلي. صراحه ما لعبوش على المواد المستعمله حيت كتبقى البلاستيك قاصح، ولكن ديما تنقولوها السياره ديال المدينه اقتصاديه، فهادشي كنغمضوا عليه عينينا. كاين مساحه التخزين عندك هنايا جوج ديال لي بوز فير، وحده صغيره وحده كبيره. عندك بريز 12 فولت، عندك مساحه التخزين هنا تحط فيها الصريف، ولتحت تحط فيها شي قرعه كبيره ماشي مشكل. وحتى هنا واحد المساحه صغيره طار ديالها الصراحه ما كاينه. نبداو على بركه الله التيست درايف ديالنا. جلسه الصراحه مريحه، الله لي سياج مريحين مزيانين، حسام الامان حنا كندويو على الامان ديما. نجبدو لي زيرباك اكسس واكتيف اللي معنا اليوم، كيجيو فيها غير جوج ديال لي زيرباك. الا خديتي توت اوبسيون كيجيو كاربعه ديال لي زيرباك، ولا خديتي الفينيسيون اللي فيها الاوتوماتيك تاخد سته ديال لي زيرباك. حنا كنتمناو في هادشي ديال الامن والامان طوموبيل ما يدخلوش عليها، ويعطيونا زعما واحد العدد مثلا ديال ربعه ديال لي زيرباك في جميع لي فينيسيون. بسم الله. بسم الله. صراحه جلسه زوينه بزاف كما قلت لكم، كتحس بواحد التميز في شكل ماشي بحال كتركب في اي طوموبيله عاديه، ايكرون عادي او فولون عادي، فولون بحال كمربع كيجي بواحد الطريقه لي زوينه كما قلنا كيحجب شويه الرؤيه، ولكن الا كتبع غير هذا لورديناتور دبوغ فالسرعه كتبان لك مزيانه. دويو شويه على الفينيسيون اللي عندنا في المغرب. كيجيو عندنا تقريبا اربع ديال لي فينيسيون. اول حاجه كيجي عندنا الموتور اللي هو اسانس. الموتور ديما كنقول لكم حاولوا تفاداوه اللي كيكون تنفس طبيعي. في بيجو كيجي بالان 2 في 75 شيفو، كيجي غير في الفينيسيون ديال لونتري دو غام اللي كتسمى الاكسس. الاكسس نيت يعني لونتري دو غام كاين حتى في الموتور ديزل اللي كيجي اتش دي اي ان 6 اللي كيعطينا واحد القوه ديال 92 شيفو. هذا الموتور قديم ديال بيجو، دابا ولا موتور جديد اللي كاين في كورسا باقي ما داروش في البيجو. كتزيد شي شويه كتاخذ لا فينيسيون اللي حسن اللي سميتها اكتيف، واللي هي اللي معنا اليوم. فهاد نفس الموتور ان 6 اللي كيعطينا 92 شيفو. بطبيعه الحال كاع هادو اللي كاينين فيهم موتور فيهم بوطا فيتاس 5 ديال لي رابور. الى الموتور جديد فيه 6 دونك كيكون افضل في المسافات الطويله، الطوموبيل كتبقى ديما منفسه. وعباش كاينه الفينيسيون توت اوبسيون في المغرب كتسمى الور، كيكونوا زايدين فيها نقدر نقول لهم كماليات ما زايدينش ما زايداش على الاكتيف بزاف. حتى هي كاينه بنفس الموتور بنفس البوطا فيتاس. دابا خرجوا لنا واحد الناس اللي كيقلبوا على الاوتوماتيك سيرتو في كازا، كيعانيو بزاف بلومبرياج واللعيبات. دونك كاينه فينيسيون اللي سميتها اكتيف بحال هادي، ولكن بواطا فيتاس اوتوماتيك ب 8 ديال رابور دوبل امبرياج، يعني غادي تكون طوموبيل ان شاء الله منفسه ومزيانه. انا ما جربتهاش مي راه باينه 8 ديال رابور راه بزاف. بالنسبه للنظام الصوتي في الطوموبيل تتفوق تقريبا على المنافسات، فيها الصوت مزيان صراحه، سيرتو مقارنه بالكورسا الاخت ديالها التوأم. كنقول على اخت التوأم حيت كيتركوا بزاف ديال الحوايج. الحاجه الوحيده اللي كتستافد بصراحه من هذا الموتور اللي قديم هو انك ما عندكش ادبلو، ماشي بحال الطوموبيلات الاخرين كلها في كل فيدونج ولا في كل 7000 كيلومتر خصك تشري الادبلو اللي كيكون شويه التكاليف ديالو طالعه واحد 400 درهم. دونك انت عندك بيجو 208 كتهنى من هادشي كامل. بالنسبه للطوموبيل اللي قلنا اوتوماتيك راه كيجي فيها موتور اللي فيه 130 شيفو سينا ما قلناهاش. بالنسبه للكونسوماسيون في لافيش تكنيك طلع لنا اونتر 3.8 في المدينه، كتبقى غير حبر على ورق كما كيقولوا. تقريبا في الارض الواقع كتكون تقريبا كتلعب في 5 لتر لكل 100 كيلومتر. الطوموبيل فما فيها الطوموبيل فيها غير 6 ديال لي شيفو، يعني ارخص اوراق يمكن لك تخلصهم بالنسبه للديزل.
وحاجة أخيرة اللي باقي ما قلناهاش اللي هي كليماتيزاسيون، كتجي في تقريبا كاع لي فينيسيون كي اللي كتجي فيهم اوتوماتيك. كانت هذه الحلقة ديال بيجو 208، قولي لنا كي جاتكم في الكومنتير، واش أما أحسن هي ولا الكورسا، واش تبغي تشوفوها في شي منافسة مع شي شي طوموبيلة الكليو 5 ولا الكورسا ولا أي طوموبيلة أخرى. موقع لي إلا نقول لكم تلقاو في حلقة جديدة مع بلان جديد، ومن هنا تم تنقول لكم تهلاو في راسكم.